الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أعرب عن سعادتنا البالغة ونحن نتواجد في هذه المحافظة العزيزة، وعلى بركة الله من الأنبار نعلن عن بدء موسم تسويق الحنطة المحلية للموسم الزراعي 2023-2024، ونبارك جهود الفلاحين والمزارعين وكل العاملين في وزارتي الزراعة والموارد المائية والآن التجارة الذي يقع على عاتقها إنجاح عملية التسويق. بالتأكيد جهود الحكومة المحلية في تنفيذ ودعم دوائر مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطة الزراعية وخطة التسويق سوف تكون حاضرة وفاعلة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذا الموسم بالأمطار التي مكنت الفلاحين والمزارعين من ضمان تنفيذ خطتهم الزراعية، لا بل التوسع في مساحات أكبر من المساحات المزروعة سابقا. أتفق مع الأخ وزير التجارة في هذا الوصف أن أداء الفلاح والمزارع لتأمين الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن أداء الوحدة العسكرية لتأمين الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الحبيب. لهذا احتلت الزراعة أهمية بالغة في عمل وتوجهات الحكومة الحالية منذ اليوم الأول، وعلى عدة أصعدة، سواء كان ما يتعلق بالتشريعات مع مجلس النواب وبالقرارات ضمن صلاحيات الحكومة ومجالسها الوزارية. وضعنا الدعم ضمن أهم الأولويات بدءا من تنفيذ الخطط الزراعية، ومن خلال اعتماد الطرق الحديثة وخصوصا استخدام التقنيات الحديثة للري، من منظومات الري بالرش المحوري الثابت كل الأنواع، من أجل مواجهة شحة المياه، وأيضا للوصول إلى أعلى غلة في الدونم، الأمر الذي يحقق الجدوى الاقتصادية للفلاح والمزارع، وبالنتيجة يحقق الإنتاجية الكبيرة التي تمكننا من سد احتياجات العراق من هذا المحصول الاستراتيجي. لأول مرة نتوجه بتعاقدات سوف تصل إن شاء الله إلى 12,000 منظومة ري الحديث، سواء كان تخصيصات الموازنة أو القرض لشركة باور النمساوية أو الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا من قبل وزارة الزراعة مع شركة الخريف السعودية. هذه المنظومات التي سوف تكون متاحة للفلاحين والمزارعين بشكل أو بسعر مدعوم بحدود 30%، هي التزام من قبل الحكومة لتشجيع الفلاحين لاقتناء هذه المنظومات. هذا جانب. الجانب الآخر، لله الحمد تمكننا من تأمين الأسمدة المنتجة محليا، حيث افتتحنا مؤخرا في محافظة البصرة خط الإنتاجي في خور الزبير لإنتاج أسمدة اليوريا، والذي يوفر بحدود 1,000 طن، وكذلك الخط الإنتاجي لسماد الداب. لأول مرة يصل العراق بالمنتج المحلي إلى الاكتفاء الذاتي للخطة الزراعية، وأطلقنا الاستيراد لما
لاحتياجات خارج الخطة الزراعية الذي مكن من السيطرة على أسعار الأسمدة وعدم ارتفاعها. نعم، نحن وجهنا المبلغ الذي كان مخصص للدعم والذي لم يصل أو يلبي الاحتياج الفعلي للمزارع، وجهناه لمنظومات الري بالرش ضمن رؤية اقتصادية في دعم المخرجات كأساس سليم للوصول إلى الإنتاج والمزارع الحقيقي الذي ينفذ. وهنا جاء قرار مجلس الوزراء ليثبت السعر الرسمي لاستلام محصول الحنطة 250,000. في الموسم القادم إن شاء الله سوف يكون هناك سعر تفضيلي للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديث قياسا للأراضي المزروعة بالوسائل التقليدية. أيضا وأبقى ضمن توجهات الحكومة والدولة العراقية لضمان اعتمادنا على الزراعة كخيار استراتيجي لتفعيل القطاع الاقتصادي، مؤخرا وبالتوقيع الذي حصل مع الجارة تركيا في اتفاق الإطار باتجاه التعاون بشأن المياه والذي يمثل نقلة نوعية على صعيد العلاقة الثنائية وأيضا على صعيد الحلول الجذرية لمشكلة المياه. وكما يعلم الجميع بأن مصدر المياه لنهري دجلة والفرات هو من الجارة تركيا. بهذا الاتفاق سوف نذهب إلى مشاريع لإدارة المياه بدءا من إقامة السدود وتبطين الأنهر وتحويل أنهر وأفرع إلى أنابيب لتقليل الضائعات، والذهاب أيضا لإنشاء محطات معالجة المياه، معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للزراعة، وأيضا محطات التحلية. مشاريع عدة بهذه العناوين ستمثل نقلة نوعية استراتيجية في الأسلوب الأمثل لإدارة ما متوفر لدينا من مياه، تكفي وتضمن توفر المياه للأنشطة الزراعية بكل تفاصيلها، ليس فقط للمحاصيل الاستراتيجية، وإنما نحن نطمح إلى زراعة باقي المحاصيل، محاصيل الخضر والفواكه وكل ما تحتاجه السوق الزراعي، السوق المحلية. قطاع الزراعة مهم بشقيه، الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني. هذا هو أمر يتعلق بالأمن الغذائي، والحكومة جادة ومصممة على وضع السياقات الصحيحة للنهوض بالواقع الزراعي. هذه المهنة التي تمثل مهنة ل 75% من سكان العراق. اطلعنا على بعض التفاصيل التي تتعلق بتسهيل استلام المحصول، ووجهنا ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة كافة السبل السريعة في الاستلام وأيضا صرف الأموال. لقد حولنا التخصيصات المالية المطلوبة إلى وزارة التجارة، والتزام الحكومة كما هو التزامنا في الموسم الماضي سوف يتم صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين حال تسليم محصولهم إلى مراكز التسويق لوزارة التجارة. واليوم شهدنا استلام الأخوة الفلاحين والمزارعين للصكوك المبالغ الخاصة بهذا المحصول. هذا التزام وهذا جزء من دعم الفلاح والمزارع، وهنا نوصي الفلاحين والمزارعين بعدم تسليم محاصيلهم إلى المكاتب التجارية، وإنما يثقون
بإجراءات وزارة التجارة وبسرعة الصرف التي سوف نحرص على إجراءها بالشكل السليم. وجهنا كل العاملين بالاستنفار والعمل خلال 24 ساعة ولن يكون هناك تأخير إن شاء الله. تم فتح 4 مراكز وهناك أيضا توجيه بإمكانية فتح مركز في عمرية الفلوجة. لا نريد لتكاليف النقل أن ترهق كاهل الفلاحين والمزارعين، ونعمل ونوجه بكافة الإجراءات الكفيلة بتوفير السبل الصحيحة والسليمة لعموم الفلاحين والمزارعين. نسأل الله العلي القدير أن يتمم علينا نعمته التي بدأت بموسم الأمطار، وأن يتكلل هذا الموسم موسم الحصاد والتسويق بالخير والبركة، شاكرا لكل الجهود التي تبذل في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.